السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكود البيب بتاع سنافورة بيتكلم على نقطتين مهمين اللي هو البيب سوفيستيكيشن والبيب موديلنج. البيب سوفيستيكيشن بيتكلم على ماهية الحاجة اللي هنستلمها في آخر المشروع اللي هي بيم دريفرابلز أو الريكويرمنت المطلوب تبقى موجودة في المواد عشان نبدأ نوافق عليها ونستلمها من غير ما تكون شروط متحققة من حاجة ترفض الحاجة اللي جاية لك. انما البيم مودرنج بيتكلم على الخطوات او ازاي هنعمل حاجه او عمليه تبادل المعلومات هتتم ازاي. تمام، لو احنا بصينا على القاموس في موقع بيم اريبيا، لو دخلت على موقع بيم اريبيا دوت كوم هتلاقي المعجم او القاموس ده. احنا بنتكلم على المواصفات اللي هي لازم تكون موجوده في كل ماده او تصميم او منتج، ولازم تكون مطابقه مع الحاجه اللي هنستلمها. لو ما استلمناهاش زي ما احنا عايزين ندي حاجه اسمها او اس، يعني اوت اوف سبسكيشن، غير مطابقه للمواصفات. وفي بعض الهيئات بتعمل الموضوع دوت زي المركز القومي للبحوث الاسكان بمصر، الجمعيه الامريكيه لاختبار المواد. لو جيت تقف كده في قاموس هيبدا يجيب لك معلومه عن اي كلمه موجوده في الوصف. تمام، الايزو اهوت. تمام، زي ما انت شايف القاموس موجود من الكود الامريكي والكود البريطاني والايزو والسنافوري، وانا بقرا لما بلاقي كلمه جديده ببدا احطها في قلب القاموس. حاليا تقريبا وصلنا لاكثر من 900 مصطلح. تمام، تقدر تخش هتلاقي رابط اسفل الفيديو فتقدر تختار. زائد القاموس ده في ال نقدر نقول ايه الاكستنشن او الامتداد بتاع السوفت وير، اي امتداد غريب تقدر تلاقيه هنا. تقدر تعمل سيرش لو انت حابب هتوصل للكلمه بسرعه، او تبدا تشوف الكلمه اللي انت عايزها. مثلا تبدا تاخد اول حرف فيها وبعد كده حرف حد بتوصل ليه اللي انت عايزه. تمام، مثلا دي اي هيبدا يجيب لك الكلمات اللي اولها دي اي وهكذا.